اهلا بيكم. في الفيديو ده هنتكلم مع بعض عن الراحلين رسميا عن النادي الاهلي حتى الان، وكمان المرشحين للرحيل عن الاهلي الفتره اللي جايه، وده هيكون في الجزء الثاني من الفيديو. وفي الجزء الاول من الفيديو هنتكلم عن اللاعبين اللي بيتفاوض معاهم النادي الاهلي حاليا بترميم خط الدفاع، وبالتحديد مركز قلب الدفاع. بس قبل ما نبدا كلامنا، ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل ما يخص النادي الاهلي. خليكم معانا، معاكم سعيد الاهلاوي من قناه انا الاهلي. هنبدأ كلامنا بآخر أخبار التعاقد مع لاعب لترميم دفاع النادي الأهلي. النادي الأهلي دخل في مفاوضات جادة مع مجموعة كبيرة من اللاعبين، طبعا بعد سلسلة النتائج السلبية اللي حصلت في الفترة الأخيرة، وأخيرا بقى في تحركات قوية لضم مدافع. والحقيقة إن التحركات في الساعات الأخيرة كانت على مستوى عدد كبير من اللاعبين، فيما بينهم بعض اللاعبين في كلام كتير إن في خلال الساعات اللي جاية هيتم الإعلان رسميا عن التعاقد معهم. هنتعرف مع بعض عن كل لاعب نادي الأهلي دخل معاه مفاوضات، وإيه آخر أخبار المفاوضات، ومين كمان الأقرب للتواجد في النادي الأهلي. طبعا وضع طبيعي إن النادي الأهلي يدخل في مفاوضات لضم لاعب قلب دفاع. طبعا المشكله ظهرت في الفتره الاخيره بشكل غير مقبول، خاصه في الخساره الامس امام نادي بيراميدز، ومش بس امام نادي بيراميدز، من فتره طويله. واضح جدا ان الفتره الاخيره النادي الاهلي بيحتاج لتدعيم، ومش بس في مركز قلب الدفاع، في مراكز كتير، اهمهم طبعا بكل تاكيد هو مركز قلب الدفاع، خاصه ان عندك الاثنين اللي بيلعبوا في مركز قلب الدفاع بيلعبوا في مراكز مش مراكزهم، وبالاخص محمد هاني الظهير الايمن للنادي الاهلي. وبالتاكيد لكل لاعب ليه مركز في الملعب بيقدر يجيد فيه، ولكن لو اتغير مكانه صعب جدا يجيد، لان كل مركز بيتطلب حتى مواصفات جسدية معينة. وبديهية بسيطة كده من قبل ما نبدأ نتكلم، ما ينفعش يكون لاعب قلب دفاع غير مميز في ضربات الرأس، وده أمر صعب جدا. والطبيعي إن يكون لاعب قلب الدفاع مميز جدا في ضربات الرأس، وده كمان سبب من ضمن الأسباب اللي بتخلي دايما لاعب قلب الدفاع يكون موجود في 18 الخصم لو في كرة ثابتة، عشان يستغلوا قوة مهارته في التسديد بالرأس. وشفنا لاعبين كتير على مدار التاريخ بتسجل أهداف كتير جدا لفرقها وهي بتلعب في مركز قلب الدفاع، ومنهم الكتير والكتير في النادي الأهلي. في الفترة الأخيرة إصابات رام ربيعة أصبحت غير طبيعية، اللاعب تقريبا ما بنشوفوش إلا في التمرينات بس، وبيرجع يتصاب تاني، ودي علامة من أهم علامات الاستفهام داخل فريق النادي الأهلي في الفترة الحالية، الإصابات. مستحيل يكون ده فريق بينافس على البطولة وعنده العدد الكبير جدا من الاصابات دي، واكيد ده ليه اسباب اهمها وبدون تخمين ضعف الجهاز الطبي بالفريق، اما انه بيشرك اللعيبه قبل ما تكون جاهزه بنسبه 100% للمباريات، بالبلدي يعني كده بيكون في استعجال في اشراك اللاعب للمباراه. احمد فتحي بيرجع بيلعب تقريبا 45 دقيقه وبيرجع مصاب تاني لمده شهر، ومش هو بس، كل اللعيبه على نفس الحال، اللاعب اللي بيرجع بيلعب بس عشان يخوض عدد دقائق معين ويرجع للاصابه تاني، وكل مدى اعداد المصابين بتزيد اكتر واكتر، تقريبا اغلب فريق النادي الاهلي الاساسي مصاب. ويظهر كده والله اعلم ان الطبيب اللي عندنا بيعالج بالعطاره وبيعالجهم بالاعشاب الطبيعيه، علشان كده اكيد فتره الاصابه بتطول وما بيستمروش كتير في الملعب. ونفس الشيء بينطبق على سعد سمير وكمان محمد نجيب، محمد نجيب اللي طبعا بيتاخر في السن بالاضافه للاصابات. وفي ظل عدم الاقتناع بمحمود الجزار وسليف كوليبالي اللي قريب جدا من الرحيل، اللي من وجهه نظر هيكون خطا كبير جدا من الجهاز الفني التفريط في سليف كوليبالي قبل التعاقد مع لاعب قلب دفاع افضل منه. من وجهه نظري ان سليف كوليبالي مهم جدا لسبب واحد، اللاعب انا مختلف تماما على مستواه وانه يكون موجود في النادي الاهلي، ولكن مش معنى اختلافي على مستواه ان اكيد هيكون محمد هاني افضل منه في مركز قلب الدفاع. لكل واحد ليه مركز، محمد هاني افضل في مركزه مش في مركز قلب الدفاع، وبالتالي هيكون خطا كبير. الافضل ان يكون عندي لاعب قلب دفاع افضل ما يكون مش موجود اصلا. وما تنساش كمان انه مقيد في القائمه الافريقيه، ودي هتفرق كتير قوي في القائمه الافريقيه، ان انت ما عندكش لعيبه بتلعب في قلب الدفاع وعندك مشكله كبيره في القيد. الاهلي في الفتره الاخيره دخل في مفاوضات كتير، في الساعات الاخيره اتجددت المفاوضات من تاني مع مجموعه كبيره جدا من اللاعبين، بدايه من احمد الصالح. احمد الصالح لاعب ممتاز جدا، ولكن المبالغه في المطالب الماليه وبالتحديد في الراتب السنوي كان ليها الدور الاكبر في انهاء الصفقه بالفشل، ولكن مازال النادي الاهلي حتى الان بيحاول في ضم اللاعب، لكن اللاعب بعيد شويه عن الانتقال للنادي الاهلي. كمان ياسر ابراهيم مدافع نادي سموحه، الاهلي في الساعات الاخيره دخل مفاوضات جاده جدا مع اداره نادي سموحه للحصول على خدمات اللاعب في يناير الحالي، ولكن كالعاده رئيس نادي سموحه بيطلب مبالغ ماليه كبيره جدا لانتقال اللاعب للنادي الاهلي. ونفس الامر بينطبق على اللاعب محمود عزت، لاعب قلب دفاع نادي سموحه ايضا. اثنين لاعبين مميزين جدا ومهمين جدا، ومن وجهه نظري يحلوا مشكله كبيره في النادي الاهلي، ولكن الاختلافات على الجانب المادي مساله مستمره، وان كان النادي الاهلي بيحاول بقوه الفوز بخدمات اللاعبين وخاصة ياسر ابراهيم. كمان الاهلي رجع تاني للمفاوضات مع اللاعب محمود مرعي، لاعب نادي وادي دجله اللي قدم مستوى ممتاز مع نادي وادي دجله في الموسم الحالي، ولاعب هيكون ليه مستقبل كبير في الفترات اللي جايه. النادي الاهلي كان على وشك انهاء الصفقه رسميا من فتره، وكان من المفترض حتى انه يعلن عن الصفقه رسميا، ولكن التباطؤ في انهاء الصفقه رسميا ادى فرصه لكثير من الفرق الدخول لحسم الصفقه،
زي نادي الزمالك ونادي باوك اليوناني اللي مقدمين عروض حاليا لنادي وادي دجله، وده طبعا بيأخر من الصفقه كتير وبيعطل منها، لكن النادي الاهلي بيحاول بقوه ضم اللاعب. اما اهم اللاعبين اللي النادي الاهلي دخل في مفاوضات معاهم في الساعات الاخيره هو محمود متولي. محمود متولي لاعب نادي الاسماعيلي، لاعب مميز جدا وبيقدر يلعب في اكتر من مركز، ومنهم مركز تاني مهم جدا للنادي الاهلي في الفتره اللي جايه، وهو مركز الوسط المدافع، مركز من المراكز اللي عليها كلام كتير جدا في النادي الاهلي في الفتره الاخيره، وعلشان كده مجلس اداره النادي الاهلي بيحاول بقوه ضم اللاعب لانه هيحل اكتر من مشكله، حتى في حال عوده المصابين بشكل جيد زي رامي ربيعه وسعد سمير فيقدر يكون في مكان تاني هو الوسط المدافع ويقدر يؤدي فيه بشكل جيد جدا. طبعا مش هتكلم عن امكانيات اللاعب لانه كلنا عارفينه كويس جدا. مشكله ضم محمود متولي الوحيده بعيده تماما عن المبالغ الماليه، ولكن بسبب مركز ترتيب نادي الاسماعيلي في الدوري. نادي الاسماعيلي بيعاني في الدوري الموسم الحالي، وبالتالي صعب جدا يفرط في اي لعيبه، خاصه ان في لوم كبير من جماهير نادي الاسماعيلي على مجلس الاداره بسبب التفريط في خدمات الكتير من اللعيب، طبعا من اهمهم كالديرون ومحمد عواد والعديد من الصفقات اللي اكيد غيرت كتير شكل نادي الاسماعيلي. الاسماعيلي حاليا في المركز الاخير في جدول ترتيب الدوري، وده طبعا مكان ما يناسبش تماما النادي الاسماعيلي، ولكن برضه ما زال النادي الاهلي بيحاول بقوه ضم اللاعب. اما بالنسبه للاعب احمد سامي لاعب نادي مصر المقصه السابق ونادي طلائع الجيش الحالي، النادي الاهلي ما دخلش مفاوضات معاه حتى الان، ولكن في كلام كتير من داخل نادي الجيش ان نادي الجيش في انتظار تقديم عرض رسمي من النادي الاهلي، ونادي الجيش ما عندوش اي اعتراض تماما على انتقال اللاعب للنادي الاهلي، وحتى الان في مشاورات في الجهاز الفني للنادي الاهلي علشان ياخدوا قرار نهائي للتقدم بعرض رسمي لاحمد سامي او لا. طبعا احمد سامي لاعب كويس جدا، ومن وجهه نظري هيقدر يقوم بالدور المطلوب منه في الفتره الحاليه في النادي الاهلي، ده طبعا في حال نجاح انتقاله للنادي الاهلي. طبعا احمد سامي سبق ولعب قبل كده مع النادي الاهلي في مباراه وديه ضد نادي اتلتيكو مدريد، اكيد الكل يفتكرها، بالاضافه كمان لرامي صبري. رامي صبري لاعب نادي انبي، ولكن مشكله رامي صبري هي التقدم في العمر، ودي مشكله اعترض عليها الجهاز الفني للنادي الاهلي، وكانت سبب من اهم اسباب ابتعاد الصفقه عن النادي الاهلي، على الرغم ان كان في تعاون كبير ما بين نادي انبي والنادي الاهلي، ولكن مشكله التقدم في العمر يمكن يكون ليها دور اكبر في فشل الصفقه. وبكده يكون اتعرفنا على الصفقات المرشحه لترميم خط دفاع النادي الاهلي واخر اخبار التفاوض معاهم، وهنبدا نتكلم عن الراحلين رسميا عن النادي الاهلي واهم المرشحين للرحيل في الفتره اللي جايه. اول الراحلين عن النادي الاهلي في يناير 2019 هو احمد ياسر ريان، مهاجم النادي الاهلي. طبعا اللاعب انتقل رسميا لنادي الجونه لمده 6 شهور، وده امر طبيعي جدا خاصه ان النادي الاهلي دايما بيعتمد على مهاجم وحيد، وبيمتلك حاليا 3 مهاجمين بالاضافه لعمرو جمال على قوائم الانتظار. طبعا الاهلي عنده مروان محسن ووليد ازارو وصلاح محسن بيعتمد عليهم بشكل اساسي، بالاضافه ان عمرو جمال على قوائم الانتظار ولسه حتى الان ما اتخذش قرار، وان كان غالبا هيكون القرار هو تجديد عقد عمرو جمال ومن بعدها يتم اعارته لاي فريق. وطبعا في فرق كتير طلبت من الدوري المصري اعاره عمرو جمال. كمان رحل على الفريق رسميا احمد حمدي. احمد حمدي رحل رسميا عن النادي الاهلي لنادي الجونه لمده 6 شهور. على فكره نادي الجونه طلب اكتر من لاعب من النادي الاهلي، وحتى الان في انتظار قرار مجلس اداره النادي الاهلي بالتعاون مع الجهاز الفني للفريق. انتقال احمد حمدي لنادي الجونه شيء طبيعي، خاصه بعد التعاقد مع محمد محمود لاعب نادي وادي دجله. كمان من واضح جدا ان في عدم اقتناع باللاعب، فبالتالي ياخد فرصه بره يقدر يتالق ويكون ليه عوده من بعدها للنادي الاهلي من جديد. كمان من اهم اللاعبين الراحلين عن النادي الاهلي واللي اتكلمت عنهم في بدايه الفيديو هو سليف كوليبالي، اللي النادي الاهلي اختاره انه هيتم الاستغناء عنه في يناير الحالي، وكان قرار غريب جدا من لاسارتي بضم اللاعب لقائمه مباراه نادي بيراميدز وجلوسه على الدكه، ولكن هنشوف في النهايه الايام اللي جايه والقرار هيكون شكله ايه. وبكرر تاني من وجهه نظري التفريط في سليف كوليبالي دون التعاقد مع قلب دفاع مميز هيكون خطأ كبير خاصة في بطولة افريقيا. كمان اكرم توفيق وميدو جابر قريبين جدا من الرحيل عن النادي الاهلي بعد عرض استعارة من نادي الاتحاد السكندري. اكرم توفيق وميدو جابر بعد عدم اقتناع من الجهاز الفني وصعوبة ان هم ياخدوا فرصة في المباريات اللي جاية، فبالتالي اصبحوا قريبين جدا من الانتقال لنادي الاتحاد السكندري، النادي اللي اتقدم بعرض لضم اللعيبة، ومجلس اداره النادي الاهلي وافق بشكل مبدئي وفي انتظار الموافقه النهائيه من لاسارتي، وفي احتمالات كبيره ان الساعات اللي جايه تشهد انتقال اللاعبين رسميا. كمان صبر رحيل لاعب وظهير ايسر النادي الاهلي على وشك الرحيل عن النادي الاهلي، وده طبعا لاسباب اهمها التعاقد مع محمود وحيد ظهير ايسر مصر المقصه، بالاضافه لعوده علي معلول اللي لتاني مباراه بيظهر بشكل ممتاز، وبالتالي فرصه صبر رحيل اصبحت شبه مستحيله من وجهه نظري. النادي الاهلي حاليا بيبحث عن عرض لرامي صبري للانتقال لاي فريق في الدوري المصري، والعرض هيكون طبعا على سبيل الاعاره. وبكده يكون انتهى كلامنا عن المرشحين لدفاع النادي الاهلي بالاضافه للراحلين عن النادي الاهلي حتى الان. اكيد هيتجدد كلامنا وهنتعرف اكتر على الراحلين رسميا
والصفقات الجديدة رسميا، واكيد طبعا بنتمنى كل التوفيق لمجلس ادارة النادي الاهلي في التعاقد مع لاعبين جدد يكونوا اضافة للفريق. وبغض النظر عن اختلافنا او اتفاقنا على الصفقات او الانتقالات او حتى مستوى الفريق في الفترة الحالية، لكن ده عمره ابدا ما هيمنعنا عن تشجيع الفريق ووقوفنا معاه في كل المواقف، حتى لو كان بيخسر وحتى لو كان اخر فريق في الدوري هنفضل نشجعه وهنفضل معاه. دايما اتعودنا على النادي الاهلي انه يكون الاول، ولكن حتى لو كان الاخير هنفضل نشجعه وهنفضل معاه. وفي النهايه ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.